كلنا ودنا ننجز بحياتنا، وبالأحرى بيومنا. نبي نسوي، نبي نفعل، نبي نعطي، نبي عشان نحس بالفخر والإنجاز وحتى الأجر. بس شلون نبدأ؟ من وين نبدأ؟ أدري إن ودك، أدري إنك تبي تحس لك قيمة لنفسك قبل الغير. كل اللي عليك تسويه إنك تعرف شنو يعني الهدف وشلون تحطه. كلنا عندنا أهداف، والله أنا وأنت مو أقل من 5 أهداف بيومنا. بس شنو هما؟ وشنو أهميتهم؟ وشلون أقيمهم؟ إذا ما تفكر يا الحبيب ما أقدر أساعدك. يا ذبحتنا. شغل مخك وافهم شلون تحط أهدافك وعطني انترو. وتناظر بعد. السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم أخوكم راشد الفرج. أنا شخص مهتم بتطوير الذات، وهدف أني أساعدك وأساعد نفسي أن نوصل للأفضل بإذن الله من خلال طرحي لقضايا نعاني منها بشكل يومي ولكن لا نراها. أتمنى منكم الدعم، سبسكرايب، لايك، شير، لا تقصرون لا تقصرون لا تقصرون. خلونا شنو نبلش بالموضوع. صار لنا 3 أسابيع تكلمنا عن الإدارة والتخطيط والتنظيم، والمفروض أن عندنا علم ومعرفة حول هالمفاهيم. أنا بأكلمك الحين على أساس أنك فاهم وعارفهم وعارف أهميتهم، والأهم من هذا أن اليوم راح نفهم أهمية الأهداف وكيفية وضعهم، لأن من غيره أنت ما راح تقدر تطبق الإدارة ولا التخطيط ولا التنظيم. ركز وياي، اسمعني، اسمع اللي بقوله. أن تعيش من غير هدف فأنت عبء على المجتمع وعبء حتى على نفسك. نفسك لها حق أنها تعيش وترتاح. موضوع اليوم هو أول خطوة في مسيرة النجاح، وهو وضع الهدف. أدري أنك أحياناً ما تدري شنو الأهداف اللي المفروض تعرفها، كم عددهم وإلى آخره، ولكن حط في بالك أن عندك مو أقل من 5 أهداف بيومك. زين، شنو هالأهداف؟ ربع الانستغرام حياكم الله، تلقون الرابط فوق. تعالوا يوتيوب، خلونا نكمل الفيديو، تنورون. قبل لا أقول لك شنو الأهداف، خل نفهم أهميتهم. أسأل نفسك سؤال، ليش نبي هدف بيومنا؟ ليش في هدف طويل المدى، قصير المدى، هدف في اليوم، هدف في الشهر، في السنة؟ ليش؟ نحتاج نحط الهدف علشان 1، نركز على الأهم، تركز على الأمور المهمة في حياتك. ولازم تكون حذر أنك ما تحط أهدافك على أشياء ما لها معنى، لأن بالنهاية راح يكون هدر لوقتك. 2، تحتاج الهدف علشان تنظم وقتك. انت انسان عندك 24 ساعة في اليوم، شنو تسوي فيهم؟ شنو؟ في اللي يقول لك العب، اطلع، تسوق، زوارة، وفي من يقول لك استثمر، طور من نفسك، قراءة، دراسة، تثقيف، والى اخره. لا، وفوق هذا، هالشخص هذا اللي قاعد يدرس ويثقف نفسه ويقرأ، هذا هم من يطلع ويتسوق ويلعب. يا جماعة، الحياة جميلة والله، لا تخلي النشاطات اللي ما منها فايدة تستحوذ وقتك. عادي تقدر تدرس، تقرأ، تكتب، بعدها اطلع، روح، زور، العب، سوي اللي تبيه. كل اللي محتاجه هو التخطيط ومن ثم التنظيم. 3، تحقيق الأهداف. حطيت أهدافك، حطيت خطة، نظمت الخطة، زين وبعدين شنو تبي؟ تبي تحقق أهدافك، عدل؟ كلنا بنحقق كل أهدافنا، كلنا، بس هل فعلا احنا قاعدين نحقق كل أهدافنا؟ 4، ما بعد تحقيق الأهداف، هني المهم، هو بناء الشخصية والثقة بالنفس. لما تحط أهداف وتحققها، ثقتك بنفسك راح تصير أكبر، وشخصيتك بتكون أقوى وأحلى، لأنك قاعد تطورها وتطور ذاتك بنفس الوقت. يا ابن الحلال، اجتهد، ايش خسران؟ زين، عرفنا أهمية الأهداف. زين، شنو الأهداف الأساسية اللي ممكن أبني خطتي عليها؟ بقول لكم بعض الأهداف اللي ممكن تحطها بيومك. 1، هدف ديني أو روحي، عبادتك، صلاتك، قراءتك للقرآن، إن شاء الله تقرأ صفحة واحدة باليوم، هذا يعتبر هدف ديني أنجزته خلال اليوم، أو حتى مثلا صلاة النافلة أو السنة وإلى آخره. بعد ما تخلص، أنت خلصت أول هدف اللي هو هدف الديني. هدف الثاني، هدف أكاديمي، مثلا أنت مهتم بعلم النفس، اقرأ لك 5 إلى 10 صفحات باليوم من كتاب، من أي كتب علم النفس بيومك. أنت هني أنجزت الهدف الثاني اللي هو الهدف الأكاديمي، قريت لك، شنو صار؟ قريت لك قرآن، هدف ديني، وقريت لك كتاب في علم النفس، هدف أكاديمي.
ثلاثة، هدف اجتماعي تقدر تروح تقعد ويا اهلك، تتواصل معاهم وايا كان، فانت هني انجزت هدف الاجتماعي مالك. احنا كمسلمين تعتبر صله، فهدفك هذا مهم، من وراء ان شاء الله تاخذ اجر. اربعة، هدف بدني، سوي لك رياضه نص ساعه باليوم يا اخي، اقل شيء باليوم نص ساعه، يبقى مالك خلق يوميا 3 ايام بالاسبوع. ايش رايك؟ هذا هدف بدني انجزت انت. زين، خمسة، هدف صحي، حاول انك تاكل اكل صحي بيومك. مو اوكي اكل غدا كيف، بس اكل لك بعد سلطه والامور هذه، شغلات يعني صحيه. هني انت هم انجزت نوع من انواع الاهداف الصحيه، اعطيتك 5 اهداف وانت تقدر تزيد وتنقص على راحتك. هالاهداف هذه اعتبرها اهداف مركزيه، بس هم عندك اهداف ثانيه اللي هي اهداف معنويه ما ترتبها ولكن تلتزم فيها، تلتزم بهالاهداف هذه المعنويه. ركز لما تبتي تطبق احد الاهداف المركزيه اللي ذكرناهم، ديني اكاديمي والى اخره، طبق باللي تحبه. مثلا اكاديمي علم النفس تحبه درسه، افعل ما تحب. كل هدف قاعد تشتغل عليه اشتغل عليه بقوه وضمير، وانت تمارس هالاهداف هذه استمتع. فانت عندك شنو؟ عندك ان انت تسوي شغلات بضمير، لما تيجي تتمرن تمرن بضمير. يا اخي لا، انت حين نص ساعه قاعد تمرن، زين ايش خسران اذا شدت حيلك؟ زين انت قاعد تقرا قران، ايش خسران اذا انت حاولت انك تتدبر الايات؟ زين انت الحين خلينا نفرض مثلا تاكل اكل صحي، ايش خسران اذا انت كملت حطيت وجبه متكامله مثلا؟ انا قاعد اعطيكم بشكل عام يا جماعه الخير، وانت كيفك تقدر تحط اهدافك. في ناس عندها اكثر من 10 اهداف، ولكن المهم ان انت تحط لك اهداف وتمشي عليها بناء على معايير معينه، معايير الجدية، معايير الاستمرارية، معايير الاستمتاع. استمتع وانت تسوي هدفك. لما تتمرن لا تروح وما لي خلق اتمرن، لا يبا استمتع، روح تمرن. شنو الشاهد يا ابو خرشد؟ انا اقول لك شنو الشاهد داش اليوم عشان شنو انت والله. يلا طيب، ابيك تنجز، ابيك تشد حيلك، شوف شنو تحب، شوف شنو موهبتك، شنو انت تبدع فيه، اجتهد اجتهد اجتهد. عرفت شلون تكتب اهدافك الحين؟ فانت الحين ممكن انك تزيد من فرص النجاح بحياتك. حط لك هدف وشوف نفسك قد المسؤوليه ولا لا، حط خطه، حدد الخطوه الاولى، نفذ، ما يهم صغير كبير. بس انا متاكد انك راح تفتخر بنفسك لما تنجز احد هالاهداف هذه، وهالشيء راح يحفزك اصلا انك تستمر ان شاء الله. كون انت قبطان سفينتك، كون انت صاحب قرارك، حط اهداف وراح تشوف نفسك مشغول بنفسك. واذا كنت انت انسان متقدم في طموحك، انسان الحمد لله عندك خطه وعندك اهداف، اجتهد بالتطوير والتحسين والتعديل. وفي الاخير اكتب كل شيء بورقه او نوتة التليفون، اكتب، لا تقول بمخي، لا تستخدم حاسبة المخ ولا ذاكرة المخ، لا تعتمد عليها، هذه راح تنشلك يعني توهقك. لا تضيع سنين عمرك يا الحبيب. الناس الناجحة عندهم خطط، ما يمشي ويفكر شنو بيسوي، لا، يحط هدف كبير ويبتدي يقسمه إلى أهداف صغيرة ويشتغل عليها خطوة بخطوة. وانت شناطر. سؤالي لك، شنو هدفك بالحياة؟ تحت بالكومنت. رحم الله والديكم، وكالعادة فكر وطبق، اغلط وتعلم، ولا تنسى انك انولدت عشان تفتخر. والسلام عليكم.